صباح الخير يا معلم وائل. صباح الخير يا سلوى هانم. البتلو بكام؟ ب16. في حد يدفع 16 جنيه في كيلو بتلو؟ من غير فلوس خالص علشان خاطرك. لا انا عايز ادفع فلوس بس مش عايز ادفع 16 جنيه. خلاص في بدائل. الكندوز ب12. كندوز والجمل ب8. بقى كده وجنبنا واحد بيدبح معيز. هي حصلت؟ انا اسف. انا في حاجه واحده بس هي اللي غيظاني في حياتي. ايه هي يا هاني؟ اول مره في حياتي اسمع عن جزار اسمه وائل.